السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات المستوى الثالث الثانوي، أرحب بكم مجددا في درس جديد من علوم البيئة المقرر عليكم علم 201. درسنا اليوم بإذن الله تعالى سيكون خفيفا لطيفا، وسنتحدث فيه عن الماء. سنناقش في البداية استخدامات الماء المتعددة، وكذلك علاقة الماء بالاتزان البيئي. ولكن دائما أعزائي نكرر كلمة الاقتصاد في استهلاك الماء. لماذا؟ لاحظوا أعزائي أن الماء أو مصادر المياه العذبة مثل الأنهار وغيرها تكون نادرة أو يعني قليلة في الكرة الأرضية، فتتوفر المياه العذبة على صورة أنهار أو على صورة مياه الأمطار. ولكن عند حدوث كوارث طبيعية مثل الزلازل تتأثر خطوط أنابيب المياه، وتختلط المياه الصالحة للشرب مع المياه الغير الصالحة للشرب، فبالتالي علينا فعلا الاقتصاد في استهلاك الماء. ومن أهم استخدامات المياه أعزائي أغراض الصناعة. 44% من المياه العذبة تستخدم في أغراض الصناعة، وأيضا تستخدم في توليد الكهرباء وفي تبريد المحطات النووية. يستخدم الماء أيضا في أغراض التعدين، التكرير أيضا في المصانع، ويستخدم في إنتاج الألياف الصناعية، وبالتأكيد يستخدم في أغراض الري والزراعة. هدفنا الثالث لهذا الدرس أن نشرح المشكلات الناجمة عن الزيادة في استهلاك الماء. لماذا نستهلك في الماء؟ وماذا سيحدث لو لم نفعل ذلك؟ لنأخذ مثالا أعزائي. لنفترض أن لدينا منطقة معينة تستهلك مياه عذبة من خزان أو من مكان مجمع بواسطة السدود مثلا، فاستخدموا السدود لتجميع المياه العذبة من النهر، واستخدموا هذه المياه في الأنشطة المختلفة وتوليد الطاقة الكهربائية من خلال التوربينات. ولكن إذا زادت كثافة السكان في هذه المنطقة فسيحدث ضغط كبير على استخدام المياه الصالحة، وبالتالي يقل منسوب المياه العذبة الصالحة للاستخدام والشرب. وبما أن منسوبها قل فستختلط معها مياه البحر، ستختلط معها مياه الصرف الصحي، وبالتالي تصبح غير صالحة للاستخدام وتتكون فيها رواسب وتصبح غير صالحة. وللتغلب أعزائي على قلة مصادر المياه العذبة كان لابد من التوجه إلى المياه المالحة ومحاولة التخلص من الأملاح الذائبة منها لضمان استهلاك أكبر للبشر. لاحظوا هذه العملية تسمى عملية تحلية المياه. فعملية تحلية المياه هي عبارة عن التخلص من الأملاح الموجودة في مياه البحار والمحيطات. ولدينا ثلاث طرق أساسية للتخلص من هذه الأملاح. الطريقة الأولى هي عملية التقطير. التقطير ربما تعرفونه جيدا، هو عبارة عن عملية يتم فيها تسخين الماء أولا، وتنفصل الماء عن الأملاح من خلال عملية التبخير، ومن ثم يعاد تكثيف هذا الماء. لاحظوا لو عندي مثلا هنا قدر من الماء يتم تسخينه فيتصاعد البخار، هذا البخار يتم تكثيفه على سطح، وهذا الماء المتجمع يكون خالي من الأملاح، وبالتالي أستطيع استخلاص الماء من خلال عملية التكثيف فيصبح عندي ماء عذب. العملية الثانية هي عملية التناضح العكسي. والتناضح العكسي أعزائي هو عبارة عن بالعامية فلتر. الفلتر أو عملية التناضح العكسي عبارة عن مرشح. هذا المرشح يحتوي على ثقوب صغيرة، هذه الثقوب مصممة بحيث أنها تسمح للماء بالمرور ولكنها لا تسمح بمرور الأملاح، فيمر الماء المالح من هذا المرشح وتتعلق الأملاح هنا لا تستطيع المرور، وينتج عندي هنا ماء
عذب من خلال هذا المرشح. الطريقة الثالثة هي التجميد، والتجميد كما هو واضح سنأخذ الماء ونجمد هذا الماء لأن ونعيد إذابته مرة ثانية، سيصبح لدينا ماء بلا ملح. أيضا أعزائي هناك طرق أخرى وهي تنقية المياه. تنقية المياه هي عبارة عن عملية يتم فيها التخلص من المواد الكيميائية الضارة وكذلك الكائنات الحية الدقيقة. فمن خلال عملية التجوية عملية التنقية يتم التخلص من هذه الملوثات. وعملية التنقية تشتمل على 4 مراحل: المرحلة الأولى الترسيب، المرحلة الثانية الترشيح، المرحلة الثالثة التجوية، وأخيرا المرحلة الرابعة التعقيم. فنتناول كل منهم بالتفصيل. هذه هي عملية تنقية المياه. نلاحظ هذا ما يحدث في مصنع تنقية المياه. لاحظوا معي هنا يدخل الماء المالح من هذا الأنبوب ويمر عبر مجموعة شباك ويترسب الماء في خزان الترسيب. فهذه أول خطوة، يتجمع الماء هنا في خزان الترسيب ويمكث هناك فترة إلى أن تترسب جميع أي شيء في كتلة، يترسب إلى قاع هذا الخزان. فهنا كله عبارة عن شوائب ورواسب من الماء. ماذا يحدث بعد ذلك؟ عملية الترشيح. ينتقل الماء عبر خزان التجميع إلى المرشحات، ومن خلاله يترشح الماء كما سنذكر بعد قليل، يترشح الماء ويكون خاليا من الشوائب. بعد ذلك ننتقل إلى هنا المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، ينتقل إلى خزان المعالجة الكيميائية لإجراء عملية التجوية، وأخيرا ينتقل إلى خزان الماء المعالج الذي يعالج الذي يتم فيه عملية التعقيم، و يخرج الماء عندي من هنا ماء معالج، ماء عذب، وماء صالح للاستخدام والشرب. فنتناول هذه الخطوات بالتفصيل. يتم أولا كما ذكرنا تمرير الماء خلال شبكات متعددة لإزالة الشوائب العالقة الكبيرة نسبيا في الماء، ثم يخزن الماء في فترات طويلة في هذه الخزانات، وتضاف لها مواد كيميائية. يجب إضافة مواد كيميائية حتى تجمع المواد العالقة في الماء وتزيد كتلتها، تجعلها ثقيلة وتهبط إلى أسفل الخزان فيسهل التخلص منها. ثم الخطوة الثالثة أننا نمرر الماء الناتج من عملية الترسيب إلى عملية الترشيح. الآن طبقة رملية، السمك حوالي تقريبا 1 متر، ويمر الماء عبر هذا المتر من الرمل ويترشح ويتخلص من جميع الشوائب التي تحتوي. والخطوة الثالثة هي عملية التجوية. في عملية التجوية يجب أن ندخل البكتيريا، وربما تجدون هذا الموضوع غريبا، ولكن البكتيريا ماذا تفعل؟ تعمل على تكسير المواد العضوية، أي مادة عضوية موجودة داخل هذا الماء فتكسره ويصبح الماء نقيا. وبعد ذلك يتم خلط الماء الناتج بغاز الأكسجين لضمان عدم وجود الرائحة. الخطوة الأخيرة أعزائي هي الخطوة الرابعة، وهي عملية التعقيم، حيث يستخدم الكلور، مادة الكلور أو الأوزون، لتعقيم المياه كخطوة أخيرة. ويمكن لتعقيم المياه عن طريق كما ذكرنا الكلور، ولكن الكلور له مميزاته وسلبياته. فمن مميزات الكلور أنه قوي جدا، مطهر قوي، يمكن إنتاجه وحفظه بطريقة سهلة، وكذلك يقتل الكائنات الحية ويساعدنا على التخلص من الروائح الكريهة. ولكن له نقطة سلبية أنه يكسب الماء رائحة مميزة، كما تلاحظون في برك السباحة مثلا، هذه رائحة الكلور، فتعتبر سلبية من سلبيات استخدام الكلور. أما الأوزون، إذا استخدمنا الأوزون للتعقيم ف
فأيضا له إيجابيات وسلبيات. فمن إيجابياته أنه مطهر قوي مثل الكلور، ولكنه يطهر بشكل أسرع من الكلور فيوفر الوقت والجهد. ولكن من سلبياته أنه مرتفع التكلفة ومن الصعب الحصول عليه، ويحتاج إلى أماكن خاصة وطرق خاصة لنقله وتبريده وما إلى ذلك. وأيضا فترة انتهاء صلاحيته راح تكون يعني يحفظ فقط لفترة قليلة جدا. وهكذا أعزائي نكون قد اختتمنا درس الماء، على أمل أن ألقاكم بإذن الله تعالى في دروس أخرى من علوم البيئة. تحياتي لكم.